كوكبة من الرياضيين والشخصيات العامة. احتضنهم قبر الراحل عمو بابا في الحفل التأبيني الذي أقامته اللجنة الأولمبية العراقية بمناسبة الذكرى 15 لرحيل شيخ المدربين واستذكارا لمآثره. حفل التأبيني راح يكون نهج سنوي حريصة اللجنة الأولمبية على إقامته وعلى استذكار الراحل وأيقونة الكرة العراقية الكابتن عمو بابا. إن شاء الله هنكون حريصين أني وزملائي بالمكتب التنفيذي مع كل الكباتن والأبطال اللي تخرجوا على إيد عمو بابا. مسيرة كروية حافلة بالإنجازات سواء على مستوى اللعب أو التدريب، استذكرها من حضر الحفل التأبيني كجزء من الوفاء لهذا الصرح الرياضي الكبير. شكرا جزيلا للجنة الأولمبية المتمثلة بدكتور عقيل مفتن والمكتب التنفيذي على إقامة هذه الاحتفالية أو التأبينية السنوية لما يمتلكه المرحوم الكابتن عمو بابا واللي قدم للعراق الكثير الكثير. اليوم استذكارنا إليه هو بقائه تحت مظلة العراق، استذكارنا إليه هو دائما ما يكون موجود وحاضر داخل اللاعبين، داخل الوزارة، داخل اللجنة الأولمبية، داخل في كل مفاصل العراق. حقيقة استذكار رائع جدا، وجود الرياضيين، وجود أولاد اللاعبين السابقين، هذا يحسب اللجنة الأولمبية والناس المعنيين بهذا الموضوع. هذا شيء طيب يعني بعد ما قلت لك، فالحمد لله والشكر اليوم شاركتنا بشكل بسيط باستذكار هذا الرجل اللي فضل علينا شخصيا وكثير على اللاعبين العراقيين. عبد الصمد كاظم، العراقية الإخبارية، بغداد.